قولي مولي على مطعم جديد في بروك هيفن. وطه انا اول مره اشوف المطعم ده، الارض متحوله لبنك والمطعم وكل حاجه. هنجرب الاكل جوه. حركات المطعم ده عجبني بصراحه. وانا معلم بشارك لكم كل اكل جوه بتاع. يلا بينا، تعالوا تعالوا هندخل دلوقتي نجرب الاكل جوه. حلو المطعم ده بصراحه، ستوري احسن من المطعم القديم اصلا اللي كان في بروك هيفن. التحديث ده بصراحه احسن بكتير، مطعم تحفه. يا نهار زبادي علو، انا بمسك حركات واكله على فورتنايت. هو وزعبوله شايفين انا ده طبعا علويه، ومعايا هنا بصوا الاكس بتاعي والشوتجن وكمان الاسكار. مسكتهم كلتهم على علويه. بس امال علي اختفى ولا ايه؟ الو الواد حركات كان بيلعب معايا هنا هو وزعبوله. هولي مولي، انا من وقت ما قتلتهم ما شفتهمش. اوكي دلوقتي لازم اشيك عليهم عشان اشوف هم فين، يعني ما بيلعبوش ليه. اوكي بسرعه حركات يا نوب، انت وزعبوله انتوا استسلمتوا ولا ايه؟ ايه ده؟ جد الشلبي. هولي مولي، هم جايبين الجد الشلبي عشان يلعبني فورتنايت. اوكي خلينا نطلع بسرعه. وادي حركات يا نوب. طب تمام يا شبوكه، زي ما بتقول بقى كده قوي. عاوز ايه يا واد ام علي؟ عاوز ايه يا ام علي؟ انا مش كنت بلعب كود فورتنايت وخسرتك واديتك بالشوت جن في دماغك؟ هو انت مالي بس ما بعرفش العب فورتنايت؟ انا مش هديك بالفاس يا ياشا. بالفاس على راسي؟ لا لا خلاص خلاص، وانا عشان كسبتك فورتنايت تديني على راسي. جد الشلبي بتعرف تلعب فورتنايت؟ فورتنايت ايه دلوقتي؟ انا بقيت نحسان. المهم يا ام علي، انا اديت لحركات وزعبوله فلوس عشان هما جعانين وقالوا لي عايزين نتعشى. لو عايز تتعشى معاهم روح اتعشى، بس خدوا بالكم كويس جدا من اي حاجه بتاكلوها او بتشربوها خصوصا الفتره دي. اوه اوه جدو شلبي كلامك مقلق حبتين، ما حاول توضح يا جدو في حاجه. انا مش هقدر اقول لكم، كل اللي اقدر اقوله لكم ان انتوا تاخدوا بالكم كويس واللي قلت لكم عليه. ايه ده حركات الفرخه؟ هو الجد الشلبي قال لكم حاجه؟ طيب يا ابني مش كوني، ما اللي انا اعرفه ان انا مش هاكلك على مش في فورتنايت، مش بلعبه تلعبني في فورتنايت. يا ابني انا خسرتك 20 زيرو، انت زيرو. هو يا ابني يعني مش في تحسن؟ تحسن ايه؟ زيرو زيرو يعني لو يكتبوا له زيرو يعني، عشان ده بصوا غبي جدا. زعبوله وانت يا نوب كنت بتستخبى وبموتك برضه. حتى انتوا في الباركور نوبات. جدو شلبي بتعرف تلعب باركور؟ طيب يا جدو يعني بصراحه على قدي في الباركور. اول انا بقيت نحسان، خدوا بالكم اللي قلت لكم عليه، اكلكم وشربكم خدوا بالكم منه كويس خصوصا في الايام دي، المطاعم ما بقتش امان. يلا مع السلامه، تصبح على خير. وانت من اهله يا جدو. اوكي حركات انت وزعبولك، جد الشلبي اداكم كام؟ وانت محوشه ثانيه. جدو شلبي، جدو شلبي راح هناك هناديه، والله هناديه واقول له يا جدو شلبي زعبوله بيقول هو اللي محوش الفلوس. ابو علي قلت لك معيش فلوس. طيب انا هروح لحركات ابن خالتي حبيبي اللي هيديلي فلوس وهيخليني كمان اتعشى معاه على حسابه. لا يا حبيبي عشان مين؟ يا فجر يا شا. وايه اللي فجر يا ابني؟ انا ابن خالتك يا ابني وجعان. لا انا لا اكل اكل الكل، ولو اتبقى مني حاجه باكلها. هولي مولي يعني مش هتعزموني؟ لا طبعا، مش انت واد بتكسبني واد في بوت ده كمان. طيب حركات تانوب خلاص. يلا طبعا عشان بصراحه انا كمان جعان، بقالي ساعتين بلعب فورتنايت على اللي على الكمبيوتر فوق، وطبعا هزمت النوبات دول، فبصراحه بقيت بطني بتسوسو. يلا طيب نتعشى. طيب يلا بينا ابو علي. يلا بينا حركات الفرخه بسرعه، نروح دلوقتي نتعشى. ناكل في انهي مطعم؟ قولي مولي حركات الفرخه يا ابني انت وقعت ليه؟ وانا مالي مش ميت ميه، قلت لك مش ميه، عاوز احط هنا سفنجه. سفنجه ايه بس؟ انت مين قال لك نط طيب على الارض؟ ما نطتش ليه على الشمسيه؟ انا مش بشوف الشمسيه، ميه كيجي كانت ميه ما تتكشي. يلا بينا يلا بينا تعالوا نتعشى. تعالوا بقى نختار مطعم. المطعم اللي فوق الاركيد. يب يب المطعم اللي فوق الاركيد. تعالوا تعالوا المطعم ده بيقدم سندوتشات برجر جامده جدا. يلا وانا حركات انت وزعبوله. وانا مالي مش بحب سندوتشات الكلب الشيخ. كلب السوخ ده اسمها هوت دوج يا نوب. تعالى تعالى هناكل دلوقتي على في المطعم اللي هناك اللي عند الاركيد، عشان اصلا المطعم ده ما بقاش يقدم. وات ايه ده؟ الحق زعبولة ده حركات. قول لي مولي المطعم ده اتحول كده ليه؟ يعني والمطعم ده جدي شكله كده عامل اكل حلو. يلا بينا نروح هناك بسرعه نقضي اللي هناك هيعجبنا. قول لي مولي استنى حركات يا نوب. قول لي مولي علو مطعم جديد في بروك هيفن. وطه انا اول مره اشوف المطعم ده، الارض متحوله لبنك والمطعم وكل حاجه. هنجرب الاكل جوه. حركات المطعم ده عجبني بصراحه. وانا معلم بشارك لكم كل اكل جوه بتاع. يلا بينا تعالوا تعالوا هندخل دلوقتي نجرب الاكل جوه. حلو المطعم ده بصراحه، ستوري احسن من المطعم القديم اصلا اللي كان في بروك هيفن. التحديث ده بصراحه احسن بكتير، مطعم تحفه. ليتس جو خلينا نجرب الاكل بسرعه. تعالى زعبوله ابو علي تعالى بص كده. انا حبيبي كمان ده مش اللي وشه جربان ده هو وشه جربان. طب انزل انزل بدل ما يسبحك انزل. وانا مالي مش وشه عامل ازاي ولا مش وشه بيخاوي؟ اه والله وشه خاوي. ايه ده؟ الراجل ده انا تقريبا شفته قبل كده. زعبولة الراجل ده شفته قبل كده؟ معلم ما تخليش ابص لها معانا عشان شكله غبي.
اليوم بصراحه. هو الراجل ده شفناه قبل كده على القهوه، لو انتوا فاكرين الراجل ده انا شفته فين انزلوا فكروني، انا مش عارف شفت الراجل ده فين بصراحه، شفته فين شفته فين مش فاكره، ودي حركه الفرخه. انا شفته فين الراجل ده؟ في التلاجة. في التلاجة ايه يا نوب؟ انت حد قالك ان هو شوت عينه برميهم في التلاجة؟ انت نوب يا واد. لا لا مش في التلاجة، زعبولة. مين ده زعبولة؟ طب علي انا عمال افكر معايا الراجل ده شفته قبل كده بس مش فاكر بصراحة. طب العلوية هم اللي يكتبوا لنا في الكومنتات طبعا. لو سمحت يا عمو احنا عاوزين ناكل او صح ناكل صح قبل ما نشرب صح حركات؟ هو انت انا عاوز اكل كلب سخن. عاوز تاكل كلب سخن؟ لو سمحت يا عمو واحد من هو اللي بس بيقعد كده بضهره ثانية. عمو هات لنا واحد كلب سخن. ايه ده؟ ايه كلب سخن ده؟ يعني هوت دوج يا عمو، هوت دوج ماشي. ويا ابني ما اسموش كلب سخن يا ابني، يا ابني ابوس ايدك، اسمه هوت دوج حركات ماشي، اسمه هوت دوج فاهم؟ يا ابني هو مش اسمه كلب سخن بس، انت عم تتجابه بس كده اقول لك كلمه هتلاقي مش كلب سخن. براحتك بدل التنوب. واحد هوت دوج الحركات، وانت يا زعبولة تاكل ايه؟ طب علي عاوز اكل همبرجر. همبرجر؟ طيب طيب ماشي، وانا اكل بصراحة يعني ممكن مثلا ايه سندوتش كفته يا عم بصراحه، يعني عندك كفته؟ طب اسمعوني انا عندي السندوتشات احسن من دي بكتير، سندوتشات جديده، ايه رايكم تجربوها؟ سندوتشات جديده اوكي، ايه رايك زعبل نجرب؟ طب علي ماشي نجرب اكل جديد حتى. وانا ابو علي ابو شجاب اكل كتير مش انا عاوز كلب سخن. كلب سخن في عينك، استنى بقى. طب هو ممكن يعني ياكل اكل جديد بعد كده يبقى ياكل كلب سخن يا عمو؟ طيب ماشي جربوا الاول السندوتشات اللي بقول لكم عليها، شوفوا السندوتش ده يعجبكم جدا، وكمان لو جربتوه مش هتنسوا طعمه ابدا. انا السندوتش اللي معانا يا ابو علي فين هو؟ يقول الكلام مش السندوتش ده هو، هات حته. ايه ده راجل مفجود بياكل، ورينا حته كده هو. طيب استنى بس طعمه جميل، ثواني امسك كده دوقه. هات حته بقولك بدي بعدك بايدك. وانا كمان عاوز حته، اديني حته بقى مش عشان قصير مش شايفيني. شوفوا بقى وكمان بقى عليه فلفل وطماطم طعمه حلو جدا. قلت لك هات حته بقى ما تكلمش عودك بقى هات حته مش مش بيعضني من ايدي. شايفت منه سندوتش وانا زعبوله يا سلام طعمه جميل جدا. انا حطيت الطعام طبعا بالعضه حركتها حته. لا السندوتش ده بتاع حبيبي يا سلام طعمه جميل، ولا مش عليه كمان زيتون وفلفل وطماطم يا سلام طعمه جميل قوي. وطا انت عملت ايه يا مجنون انت؟ ده انت عضيت الراجل يا ابني، حرام عليك انت كده عضيت الراجل، يعني انت كده بص سرقت اكله وعضيته. هو طبعا جعان جعونه جعان جعونه. هو اللي بيقول الراجل حصل فيها زعبول؟ لا الراجل كده ممكن يجي له تسمم على فكره. لا ابو علي حد قال لك ان حركات افعى الكوبرا تسمم ايه بس يا ابني؟ حركات ده اسنانه بص منشار صدقني، ودي حركات الفرخه. بطني يا رحميك بطني وجعتني، تعالي زعبولة خد السندوتش ده اللي هو بطني. ايه ده اول مره اشوف حركات بطني وجعتني وقط. انت حركات السندوتش فين حمام الشارع؟ عاوز ايه حمام يا رحمي كباتي؟ ايه ده حمام؟ هو حركات راح الحمام بجد يا زعبولة؟ وليه السندوتش ده جميل جدا بس في حاجه بتلسع في الاخر كده مش عارف. مدي ابو علي امسك السندوتش ده. قول لي مول امسك السندوتش. لا يا حبيبي ماليش دعوه، هو السندوتش ده في ايه؟ ابو علي امسك بس اللي بطلع من الحمام اخده منك امسك. مدي قولي مولي الواد رمى السندوتش فين؟ ماليش دعوه ماليش دعوه. عمو عمو انت بخير؟ صاحبك الغدار عضني. هو يعني عضته بصراحه قويه عشان الواد اصلا يعني بياكل اكل كتير فاسنانه على طول حاميه، يعني تحسها ان هي فعلا افعى كبرى. اوكي يا الواد دلوقتي انا كمان لازم اشوف حركاته زعبوله عشان ناخد بعضنا ونمشي من هناك. جدي شلبي كمان حق مش اي اكل ناكله ولا اي شرب، وايه المطعم الغريب ده؟ اوكي انت يا ابني انت وهو يلا تعالوا دلوقتي عشان انا. ايه ده هم فين؟ يا نهار زبادي حركات اتشافت في القعده بتاعت الحمام. يا حركات ودي حركات سامعني. قولي انا بعمل ايه وانا داخل الحمام؟ يا حركات يا نوب زعبولة سامعني الالسن. ايه ده هو انا برضه مصر ان انا اعمل حمام مش عايز اتشفت؟ الواد حركات راح فين؟ قولي بقول دول اتبخروا على اللويه. الحمام ده اعتقد ان في مكان سري تقريبا داسوا هنا كده على المقاشه دي ولا ايه؟ دي مقاشه عاديه اصلا. هو الو ايه ده على اللويه؟ هو ده تقريبا زرار سحري تقريبا والله كده زرار. ثانية واحدة كده اما اشوف الزرار ده بيعمل ايه. بيو ايه ده الو انا جيت فين؟ الو ايه ده زعبولة زعبولة مش انت ده الحقيقي؟ ايوه انا ابو علي جبت واحد من الجيش الزعبيل يساعدني. جبت واحد من الجيش الزعبيل؟ ايه ده حركات. وانا ابو علي مش جبت واحد مش من الجيش حركات الفاخة جيش الحربية جيش الحربية وانا معيش ولا واحد من العلوية. او ماي جاد الو ايه ده الحمد لله لبس رجع ليتس جو ودي حركات الفرخة. وانا ابو علي احنا اتخطفنا المطعم ده مش مطعم مش كده فيه في واحد حرامي خطفنا. حرامي خطفنا؟ لا لا انت لما دخلت الحمام عملت ايه حركات؟ دوست على الزرار. وانت ايه اللي يخليك تدوس على الزرار يا ابني؟ ليه بس بتدوس على الزرار؟ يا ابني افتكرت السيفون يا ابني بتاع الحمام ده هو. افتكرت سيفون الحمام؟
وانت يا زعبوله دوست على الزرار برده يا معلم. والله ان انتوا اذكياء، وانا دوست على الزرار وجيت لكم هنا. تعالوا تعالوا. اوكي ايه ده؟ مطعم، مطعم ماكدونالدز. ثانيه خلينا ندخل بسرعه. يا سلام انا جعان بصراحه. اوكي في واحد في المطعم. ايه هي ودي لايك تو برش. ايه ده؟ ده بيبيع لنا. او ماي جاد بيبيع لنا ايه ده؟ جريمز شيك. وات؟ لا مش عايز الجريمز شيك بليز. واضح حركات انت هتشرب. انا شربت عشان ما نمش الشاع. قولي مول يا حركات يا فرخه يا نوب. ايه ده؟ هما راحوا فين؟ وات؟ حركات ماي جاد ده اختفى. وريك ما يخلوش من عسل بسرعه. اشرب معلش اشرب. العيال دي بتشرب اي حاجه بتاكلها. اي حاجه؟ قولي مولي. لا ايه اللي بيحصل فينا؟ يا نهار زبادي، هو اللي بيحصل لي؟ احنا بنختفي علوي، بنروح عالم تاني، عالم جريمز تقريبا. اوكي جينا فين؟ اوكي علوي مش عارف انا فين والله. حركات يا نوب، انتوا اللي بتشربوا يا ابني العصير؟ يا ابني لازم اشرب عصير يا ابني عشان مش جعان وعشان. جعان وعطشان يا فرق. ايه ده زعبول؟ لا اوكي اوكي خلينا نعدي من هنا. ليتس جو. يلا زعبول بسرعه. زعبول ليه مزعبل؟ انتوا اللي بس بتشربوا العصير ده. ايه ده؟ ده في كوينز مش عايزها. بس ثانيه خلينا ناخدها، ممكن يكون لها فايده. اوكي جبناها، بقى معانا 1 من 10 كوينز او جولد. اوكي جينا هنا تشيك بوينت. اوكي تقريبا ممكن نفتح ده. افتح. يبقى فتحنا. اوكي تعالوا تعالوا ورايا ورايا. في هنا فانوس وفي عندنا سلم. ليتس جو. ايه ده؟ في زرار. تعالوا تعالوا خلينا ندوس على الزرار ده، شكله هو ده اللي يقربنا. انا مالي انا مش هنوش الجوية. يلا تعالى زعبوله بسرعه. اوكي بعد ما دوسنا على الزرار علويه تقريبا في حاجه هتفتح، مش عارف هي ايه بس هنشوف. وانا مالي ارجع مش ارجع؟ ارجع ليه يا ابني؟ احنا دوسنا على الزرار. قلت لك ارجع ادوق. مولي مولي ارجع. ايه ده؟ وات؟ السلم اتفتح. انا ما خدتش بالي. وادي زعبول انت فين؟ اطلع معانا اطلع. اوه ده فتح لي المكان سر جريمز. او ماي جاد. افويد جريمز، تجنبوا جريمز اند بول ذا ليفر تو اوبن ذا دور بيهايند يو. طبعا بيقول لنا تجنبوا جريمز وكمان افتح البوابه اللي وراك. فين البوابه؟ اهي هي دي بيهايند يو، هي دي البوابه. فاحنا المفروض نفتح البوابه ونتجنب جريمز. ايه ده؟ واحد من جيشك حركات مات. مش مشكله بقى، هو يصحى تاني. يصحى تاني. اوكي حركات فرخه. المفروض دلوقتي ان احنا افويد جريمز وفي ليفر، المفروض ندوس على الليفر. اهي 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 جبتها جبتها. ياب زعبوله انا دوست عليها. وانا بقى دوست عليها دلوقتي. بقى بص البابا اتفتحت، يلا بينا. اوكي اهي جريت جوب. اوكي اون بيلينج ذا ليفر جو تو ذا لوكيد دور. اوكي احنا هنروح طبعا للباب اللي اتفتح الانلوكد عشان طبعا ندخله. تعالوا تعالوا. وانا بقى مش عايز اروح بقى عند الباب اللي هو كوكيت. كوكيت مين بس؟ كوكيت مين؟ اسمه انلوكد. تعالى تعالى ليتس جو. اه والله جريمز 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 بيجري ورانا. جريمز ده ما اي مطعم علوي، خدوا بالكم وانتوا داخلين اي مطعم عشان ممكن الاقي جريمز. اوكي بسرعه بسرعه بسرعه. دخلنا هنا. هولي مولي زعبوله انت بتعمل ايه؟ معلش ما كنتش فاكر انها بتموتني. اوكي اديك عرفت انها بتموت. يب في هنا كده علويه جولد، ممكن نيجي هنا كده. ليتس جو. انا جمعت دلوقتي 2. في واحد اهو بيكلمنا بيقول لي ان احنا لازم نعدي من على الخشب. ليتس جو بسرعه. انا بقى تعالى بوتش كود تشيك بوينت. اوكي علويه دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ اوكي بول بوز ليفر تو ميك ذا بلاتفورمز ابير. اوكي طبعا دلوقتي علويه بيقول لي شغل الاثنين ليفر اللي هم الزراير عشان تخلي البتاع دوت يظهر. اوكي فاحنا دلوقتي هنيجي هنا كده عشان نشغل الزراير. ليتس جو. مش عايزين نموت يا علويه، مش عايزين نموت في مطعم جريمز ده. فهنيجي هنا كده بسرعه عشان نشغل اول حاجه اللي هو الليفر ده. في ليفر هنا هنشغله. يب افتح عشان طبعا نظهر الطريق اللي هنعدي من عليه تقريبا. نشغل. اوكي ظهرنا حاجه تقريبا. خلينا نيجي هنا بس كده الاول. في حاجه ظهرت، حاجه ظهرت يا ابني. اي مش ما مش ما مش لا حاجه. قول لي مولي. ايوه هي 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 نوب دي ظهرت دي. خلينا نعدي هنا كده. بعد كده هنا تشيك بوينت. ليتس جو. عدينا. افتح يا كابتن افتح. يب عدينا. تعالى زعبوله. ابو علي زهرتها وجاي دلوقتي. ايه ده احنا هننط مسافه كبيره. تعالوا مسافه كبيره. يلا تعالوا تعالوا عشان ننط مع بعض. وانا بقى الشداني انا مش جاي ننط معاك في حافيه. قولي مولي حفره كبيره، حفره كبيره يا علوي. يلا يا زعبوله انت الحركه. تعالوا تعالوا بسرعه انا هنط دلوقتي. يلا 3 2 1 نطوا. ليتس جو. انا كنت فاكر نفسي هموت عشان لو مت ولا حاجه يكون معايا اصحابي يساعدوني. افتح كابتن افتح. مش عايزه تفتح. وانا بقى دي مقفوله. مقفوله يبقى اكيد لازم نعمل حاجه سريه هنا. يا ترى ايه السر اللي هنا اللي لازم نعمله؟ فتحت فتحت يا حركه يا نوب. يبقى هي كانت معلمه. انا نطيت انا وبص زعبوله اللي معايا. طب تعالى تعالى زعبوله ليتس جو تشيك بوينت. يلا حركات يا نوب. في زرار.
Okay. Use all four wooden planks to make a bridge across. Okay. طبعا بيقول لنا يا علوية ان احنا لازم نستخدم اوكي يا علوية. دلوقتي هنجمع الاربع الواح خشبية دول يابا هم دول عشان نعبر ايه عشان نعبر طبعا المكان ده نعمل كروس طبعا. اوكي بعد ما عدينا يلا زعبوا لنا تحركات. اوكي ايه ده لازم نرجع نجيب الخشب التاني. وانا بقول ايه اخاف اوقع خشب اوقع شابو. لا لا ما في خشب كتير حركات فرخة تعالى. اوكي يا علوية في مكان كبير فعلا خلينا ننزلها هنا. يب المشكله ان احنا لازم نرجع نجيب الخشب عارفين حركات في زرار اصلا في زرار هنا رسيت نقدر ننزل خشب من تاني يعني ما تخافش الخشب مش هيضيع. طيب الحمد لله عشان وقعت خشبه في البحر. وقعت خشبه في البحر ده انت دوب والله حركات. اوكي دي اخر واحده علوية لو عملناها يبقى احنا كده قدرنا نعدي المكان ده. يلا بينا زعبول. ابو علي انا خايف محصل اوقع دي اخر واحده. اوكي 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 ايه ده دي مش مظبوط على لا ايه ده وانا بعملها عشان اروح هناك يا نهار زبادي حد يدوس لي رسيت وانا ينفع انط على راس الكواد المشكله ثانيه اجرب كده لا موتت نفسي. اوكي رجعت تاني على شوفوا كده الخشب كله تراستر اتعمل رسيت. اوكي انا افتكرت ان انا ينفع اعمل هناك واروح للجولد على الوية. ماشي يلا بينا حركات الفرخه بسرعه نيجي هنا كده. ده حمزه مش حركات يا واد حركات انت فين يا ابني باشا كوج يا ابني اسرق كوينز يا واد حركات سيبها مش عاوزينها. لا لازم اخدها جريم زي يجي يقعدك بقى انا ماليش دعوه. اوكي عدينا لو في ليفر اهي المفروض ان احنا نشغلها. تعالى حركات يا نوب يلا بوتشا جاي واكم ابشا. اوكي نيجي هنا كده بسرعه. ناخد بالنا من المروحه الهليكوبتر دي عشان ما تقعدهاش. ومين اللي وقع دول؟ ده شكله زعبول. لا ابو علي ده واحد من جيش الزعبيل. واحد من جيش الزعبيل. اوكي انا طبعا هاجي هنا كده عشان اشغل الليفر يا علوية لان الليفر دي هي اللي هتعمل لنا طبعا البريدج ده تقريبا او الجسر ده. اوكي بسرعه 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 يب جينا هنا بصوا بقى علوية هنشغل شفتوا فتح لنا المكان هناك. يا سلام على الذكاء بسرعه بسرعه نيجي هنا كده. افتح يب ده عبد الله علوية مش زعبولة ده واحد من جيش الزعابيل وده حمزه من جيش حركات. اوكي يلا زعبولة هو على رجال دلوقتي. اوكي المشكله ان مفيش ولا واحد من جيش العلوية بيلعب معايا وانا بقى لي بوتش الفريق بتاعك نايم. الفريق بتاعي نايم ممكن يكونوا نايمين فعلا. نايمين ايه يا ابني احنا بعد العصر. اوكي افتح افتح يب طالعين فوق ليتس جو خلينا نجي هنا. جامده يا سلام بنعدي بسرعه نيجي هنا يلا بينا نبات بسرعه. زعبوله وصاحبه جم يلا وضع حركات يلا بينا بشاع. اوكي هنطلع لفوق اطلع اطلع وات ابو علي انت بتقع تاني بس يا ابو علي مش عارف هي تقريبا كده المروحه بقى ابو علي بتفصل مروحتي اللي بتفصل يا زعبوله. اوكي جينا هنا بيقول لنا بص تحت خلينا نبص تحت ليتس جو في ليزر مش عايزين ليزر يلمسنا. اوعى زعبوله الليزر اللي مسك لو لمسك هتموت. ابو علي هو الليزر اللي حاطه جريمز ولا ايه؟ جريمز الشرير يا زعبوله ما احنا دخلنا المطعم بتاعه. وانا بقى نزل بشابوش في ليزر. ما انا عارف ان في ليزر. استنى يا نوب يا فرخه ما انت السبب ان انت جايبنا هنا يا ابني. حد قال لك دوس على الزرار في الحمام؟ ايوه اتاوي اقفل الجاك اديني فلوس. نزل لك فلوس اديني موت. كل حاجه فلوس فلوس همك الفلوس بس بسرعه. يابا عدينا لسكو ايه ده؟ ايه العيال اللي بتموت دي؟ كل مولي خلينا جينا كده بسرعه. وات تقريبا يطلع لنا منه وحش. اوكي grab the metal platform to make a bridge towards the lever to open the door. اوكي بيقول لنا يا علوية احضر البتاع المعدنيه دي قصاد طبعا البريدج اللي هو الجسر عشان تقدر تفتح البوابه. اوكي خليني جينا كده بسرعه. يا سلام فين بقى البتاع ايه ده حركات فرخه انت بتعمل ايه يا ابني بحكي لواد حدوته حدوته بس وده وقت حواديت احنا في قولي مالك يا نوب كنت اموت او ماي جاد كنت اموت. ايه البتاع المعدنيه اللي المفروض ان احنا نجيبها اصلا نجيبها منين نجيبها من الناحيه دي. اوكي ثانيه علويه المفروض ان احنا نطلع فوق نجيبها بس جو بسرعه بسرعه ابو علي واضح حركات ما تحكيش حواديت انت مالك انت تحكي له حدوته هو ايه اللي حدوته ابو علي المفروض احنا نجيب البتاع دي ونعدي. يب يب ايه ده انت اللي بتوقعيني لازم اطلع لفوق بس الاول. اطلع 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 ابو علي اطلع ليتس جو نيجي هنا كده بعد كده افتح افتح يا ابني افتح ليتس جو هنجيب بقى البتاع المعدن دي على الويه اللي هي الميتال بلاتفورم دي عشان طبعا نوديها المكان هناك عشان يفتح لنا الجسر اللي هو البريدج قصاد البوابه عشان البوابه تفتح. ليتس جو اهي البوابه فتحت ليتس جو يلا وانا بقى بتشابش بقى خلصنا حكيت حدوته حدوته ماشي يا فرخه دي كده نيجي هنا تاني. ايه ده انتوا جبتوا ده منين؟ وات الواد بيطير ازاي؟ ابو علي ده هدايا ابو علي هدايا انا جات لي واحده بس جات لي السوسته وانا ابو علي جات لي السوسته برضه نتجه انا عند التانيه. اوكي طير 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 بص الواد عجل الابرر. اوكي عدينا بعد كده بقى نيجي هنا كده اقف ابو علي بعد كده هنا على البوكس ده بعد كده هنا. يا سلام تشيك بوينت دلوقتي نجيب البتاع دي تقريبا. دي بتفتح ولا مش عارف
المفروض ان دي تفتح. اه ممكن نشغل حاجه وتقريبا كده علويه المكان ده. ثانيه تعالى هنا كده ابو علي. ايه ده ما بيقفش هنا؟ طيب ماشي ماشي احنا هنكمل كده الاول. بسرعه بسرعه بسرعه. هولي مولي وده ضاع في الدار. اوكي خلينا نشيل بقى الجامب ده. يب كده احسن واسرع. افتح هيفتح لي نكسل. يا سلام والله ذكاء. انا عارف يا علوي عارف ان هو هيفتح لي نكسل. حركات الفرخ اهو. جينا هنا هولي مولي المكان الغريب ده. هنا بصراحه يا علوي المطعم ده حاجه كبيره جدا عشان تهرب منه مش بالسهوله دي. خلينا ننط بسرعه. احنا جينا فين؟ انا بعد احنا اتسجلنا اتسجلنا بسرعه بعد ما نزلنا. يا نهار زبادي يا نهار زبادي. نقوم نايل كمان. ايه ده؟ وانا بقى تعالى بص في مفاجاه. مفاجاه رخمه. ابو علي شفت البتاع الكبير اللي بيجري وراك ده ابو علي؟ اه شفته شفته. جريمز 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 جريمز. هولي مولي اطلع بقى لي بليز. الحمد لله. ايه ده؟ ده بيعدي بيعدي من غير ما ينط. بيعدي من غير ما ينط. اوكي خلينا نعمل بس الزرار بعد كده نيجي هنا. يا جريمز يا جريمز اقول لك على حاجه. يلا يا جريمز يا نوب ما بحبش العصير بتاعك ولا اشربه. او ماي جاد او ماي جاد. خليني نيجي هنا كده بعد كده. لا يا جريمز حرام عليك. اوكي دلوقتي تشيك بوينت. يلا يا جريمز يا نوب لو دخلت هنا اعتقد ما يجيش. وادي حركات الفرخ انت فين؟ انا مش عديت الليزر. عديت الليزر لازم انا جاي لك جاي لك. حركات حركات اهو. اوكي خلينا وات ثلاث زراير. اوكي فاين اند بول اول 3 ليفرز تو اوبن ذا دور. هو ليه بيكتب بطيء كده مش عارف بصراحه. اوكي طبعا دلوقتي على علويه لازم نلاقي الثلاثه ليفر اللي هو الثلاث ليفرات دول على علويه عشان طبعا نفتحهم. اوكي في واحده هناك اهي خلينا نروح لها كده. يب انا مش مستخدم السوسته طبعا لان السوسته على علويه يعني نطتها كبيره شويه بتاخد وقت. بصوا بنط نطه كبيره بس يعني مفيده بصراحه. خلينا نيجي هنا كده بعد كده نرجع تاني. بص مفيده ازاي. ليتس جو يلا بينا. تعالوا تعالوا تعالوا. اوكي دلوقتي عدينا بعد كده تشيك بوينت. يا سلام عدينا. في هنا الجرابلر لو عايزينه طبعا تشتروه بس مش لازمه يعني على فكره. وبيجي لك هديه ممكن يجي لك حظ يعني. في ناس جالها السوسته في ناس جالها الجرابلر. البتاعه دي بتعلق على فكره. يلا زعبوله وانا قرب بالظبط معايا طالع فوق. اوكي يلا بينا عشان كلنا بقى نعدي من هنا مع بعض عشان ممكن نلاقي جريمز او اي حاجه. يلا بينا يا اصحابي تعالوا. اوكي خلينا وات المفروض دول. اوكي يقول لي لاقي كل الثلاث بوكسات فاند اول 3 بوكسز اند ستاك ذيم اب تو بروجريس. اوكي علوي يلا تعالوا ورايا عشان نلاقي الثلاث صناديق بسرعه بسرعه بسرعه. ايه ده اول صندوق؟ مش هو ده طبعا. انا بهزر. ليتس جو بسرعه كده. وادي حركه الفرخه. فين الصناديق؟ اهو لقيت واحد. لقيت واحد اوكي وانا كمان لقيت واحد. ليتس جو اهو يا علوي طبعا عشان نقدر نعدي. فخلينا نروح نحط مكان. ايه ده تقيل قوي يا علوي تقيل. ليتس جو اعمل له دروب هنا كده يا ابو علي. دلوقتي المفروض ان احنا نجيب الصندوق الثاني ده. يب عشان نروح برده نحطه هناك بنفس الطريقه كده. نط كده ابو علي. ليتس جو يا سلام حطيناه. طبعا هتقول له ابو علي انت مش حاطه حلو. لا لا ايزي على نقدر نطلع من عليه عادي. اوكي ثالث واحد تعالى. واحد اخيرا جه من فريق ابو علي. يا سلام واحد من فريق ابو علي ما كانش نايم على الوي صاحي وموجود معانا. اطلع ابو علي. يا سلام عدينا. جريمز جريمز والله تعالى يا زعبولة. بص انا ابو علي جريمز جريمز الاصلي. ايوه يا ابني جريمز الاصلي. وانا ابو علي جريمز الاصلي. هو والله دي في جريمز and the evil of the grims chick. what ده بيقول اهزم جريمز وكمان يعني جريمز الشرير يا علوي. what ازاي؟ اوكي اتنين جريمز ولا ايه؟ اوكي اضرب اضرب اضرب. طبعا احنا عايزين نضرب في وشه علوي عشان وشه طبعا او رجله يعني اي حاجه. بصوا دمه كام؟ دمه 7500 كبير جدا. ليتس جو امسك يا جريمز امسك. هو السلاح ده بيضرب ايه بصراحه؟ عايز اضرب بس كده. بيضرب ده ما بيضربش السلاح ده. ده السلاح ده بويز. بصوا اوكي بيضرب جريمز بس السلاح. ما ينفعش نضرب حد غير جريمز. امسك يا جريمز. اوكي علوي خلاص جريمز بقى بيموت موت. ليتس جو مع السلامه يا جرموزه جرموزه مات. وانا مالي ابوش موته. برافو عليك واضح حركات زعبوله. ابو علي خلاص انا موته. اوكي اوكي يا زعبوله ليتس جو. المفروض ان احنا نروح هنا. يب يب بص كل العيال بتتحرك دي علويه بتضرب جريمز. بصوا طبعا السوسته دي هي السريعه علويه. كل واحد بيجي له سوسته حظ يعني او جرابلر حظ. ليتس جو تشيك بوينت الاخيره. اوكي ويف اسكيب ذا جريمز ام ايزن جوب. ليتس جو قول لنا طبعا انتوا خلاص كده قربتوا من جريمز. خلينا بقى ناخد لو جرافيتي ان احنا ننط براحتنا كده علويه يعني جرافيتي. وبعد كده سبيد. وبعد كده كمان نقدر ناخد اي حاجه من التريلر دي طبعا اللي بتخلينا نتحرك بالشكل ده. يا سلام بص علويه بطير في اي حته. موته زعبوله. اوكي كده زعبوله موته. دلوقتي بص علويه احنا فين؟ طبعا علويه كده نكون بصراحه يعني. بصينا نهايه الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش انتوا تعملوا لايك واشتراك في القناه. ولو عجبتكم اللعبه دي هتظهر قدامكم دلوقتي. روح العبوها جربوها قولوا لي رايكم. وزي ما انتوا شايفين كده نكون فنشنا اللعبه مع كل الجامدين دول. جيش حركات وجيش زعبوله المزعبل وجيش ابو علي كمان. اشوفكم بكره مع السلامه.